الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التحضيرات الحمد لله رانا في ظروف جد حسنة. كل الظروف كل مهيئة الحمد لله، ما عندنا حتى إشكال في سواء على مستوى الملعب ولا الإمكانيات البيداغوجية. والله أن كل شيء تحت التصرف تاعنا فيما يخص اللاعبين، فيما يخص الطاقم التقني، الطاقم الطبي. الحمد لله يعني ظروف راهي جد عادية وجد حسنة. خصكم نديروا تقييم مبدئي وأول، يعني أن النتائج اللي رانا حصلنا عليه يعني مانيش راضي حقيقة، مانيش راضي على النتائج بحكم التشكيلة. علاه مانيش راضي؟ لسبب واحد، هو أن التشكيلة تاعنا رانا كل جمعة نلعبوا بفريق، يعني ما مستقريناش على فريق واحد اللي رانا نلعبوا به كل أسبوع. تما كاين لاعبين اللي هبطونا من الأكابر، كاين لاعبين اللي راحوا للتربصات، كاين لاعبين اللي راحوا للفريق الوطني. يعني لحد الآن من الجولة الأولى حتى الجولة التاسعة ما استقريناش على تشكيلة مثالية وثابتة. ونقولوا الحمد لله، يعني نقولوا الحمد لله، يعني النتائج لحد الآن يعني نقول مقبولة، وإنما أنني مش راضي يعني 100%. الحمد لله يعني نقول لك عندنا حوالي زوج لاعبين أو ثلاثة بصح، يعني بشرط يعني بشرط واحد يعني بالعمل والجد يعني يقدروا يدعموا الفريق الأول. ما نقدرش يعني نسميهم بصح، يعني الحمد لله يعني خاصة يعني نهضروا بصفة عامة، كاين يقدروا يدعموا الفريق الأول يعني في مرحلة الذهاب. في مرحلة العودة إن شاء الله أنا نوعدكم في لاعب ولا زوج اللي راح يدعموا الفريق الأول إن شاء الله. لا احنا في يخص الرديف تاعنا، احنا الأهداف تاعنا احنا رانا راح نكونوا في فريق تنافسي، وعن الفريق تاعنا راح نكونوا فيه رانا في مرحلة التكوين. يعني ما يخفاش عليك بلي الفريق تاعنا راه تبدل حتى 60% 70%، ما أغلبية العناصر ما يقولوا باللي كانت عندي فات قديمة، بصح كانت قديمة في صنف الأوسط. يعني أول مرحلة راح أول مرة راهم يلعبوا في صنف الرديف، وعن الأهداف تاعنا رانا هدف نكونوا فريق تنافسي، والهدف الاول والرئيسي ان نطلعوا لاعب ولا زوج للفريق الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. التحضيرات راهي تجري في امور جيده، ورانا نحضروا في فورمه مليحه ماتش بار ماتش، ورانا نحضروا مباراة. عندنا التوقف هذا رانا نحضروا فيه، كثفنا الأعمال، وإن شاء الله إن شاء الله كل مباراة نقدموا ما أحسن معنا. فريق جيدة باعتبار عدة حوايج. النتائج تاعنا مليحة، عندنا 5 فوز 2 تعادل 2 خسارة. ان شاء الله هنا نكملوا في هذا النسق التصاعدي، وان شاء الله نديروا حاجه مليحه. سعيد الشخصي، انا نطمح كل مباراه نقدم احسن من المباراه اللي فات، وان شاء الله مع مرور المباريات نقدم كل ما عندي ان شاء الله. طموحي الاول اني نمثل فريق وفاق سطيف الاول، ولما لا ذهب الى المنتخب الوطني ان شاء الله. ان شاء الله انا كما قلت لك انا نعمل مباراه، كل مباراه نمد واش عندي، وانا نطمح اني نكمل البطوله الاحتياطيه كهداف الفريق ان شاء الله، ولما لا الصعود الى الفريق الاول.